ديما ديما جروب سكوربيانو نادي ليك مختار النجار عدولة نسيم ونادير وقالي عنده كناريه وقالي تغير Yeah.
مشيش مدرب الاتحاد بالعباس، تعليقك على المباراة والفوز المعنوي المحقق من جمعية وهران؟ لا احنا كنا نحضر المقابلة هذه داخلة في برنامج ساعنا تاع التحضير تاع مقابلة اتحاد العاصمة. درنا يعني مقابلة وشفنا النقائص اللي موجودة وشفنا يعني الإيجابيات والسلبيات، يعني باش هكذا إن شاء الله نهار مع الاتحاد العاصمة نكونوا يعني في المستوى ونقدموا مقابلة، خاطرش بقات لنا غير مقابلات كأس ولابد علينا من الفوز، ما عندناش خيار آخر إلا الفوز يعني بالمقابلات المتبقية داخل الديار. يعني فوز معنوي مهم بدرجة أولى. لا الفوز كل في كرة القدم ولا في الرياضة كامل، الفوز كل مليح يعني. بارك الله فيك. شكرا. نور الدين مسعود مناجر العام الاتحاد بالعباس، الفريق يفوز في ثاني خرجة ودية، الأهم بالنسبة لكم هو الحالة النفسية للاعبين، تقيمك تعليقك على المباراة؟ بس ماتش أميكال وين فالي فيران ماتش أميكال باسكو مع لاري تاع الشامبيونة، لعبنا ماتش أميكال مع مستغانم واليوم زدنا مع لازم، هي داخلة في البروغرام تاع المدرب. بو سكي كونسير لو ماتش بونس كو اليوم لي جوار داروا ان تري بون ماتش، سي بيان راني دون لا كونتينيتي، تما ليكيب راهي تتحسن دو ماتش اون ماتش، بيان كو سو البلون فيزيك مازال شويه ناقصين، مي البلوز امبورتون سي دافوار ماركي 4 بوت où il y avait de bons enchaînements de la part des joueurs. Donc c'est bien pour la suite, Inch'Allah. On est en train de préparer le match de l'USMA, Inch'Allah. انت بصفتك اقرب يعني اقرب مسير للاعبين، كيف تشوف الحاله النفسيه للاعبين قبل ايام قليله على موعد مباراه اتحاد العاصمه؟ سي فري كو انا قريب بزاف لي جوار، الحاله النفسيه تاعهم باش نقول لك راهي كاتاستروفيك، ماهيش كاتاستروفيك مي ماهيش كيما لازم. وشنو كيما يقول لك البريزيدون جاب لهم اليوم جاب لهم دراهمهم، دونك سي اون بون شوز، بالي بلي المورال تاعهم راح يطلع بون ماشي 100% مي خير من والو. درناها ديجا مع السياسي هكذا وان شاء الله مع اليوس ما كيف كيف، جو بونس كو اون با الشوا. دوكا لي جوار اي دواف سافوار اون شوز، سي فري كو كاين ان بتي كاين petit problème تاع sur le plan financier، كاين ان petit problème bon ماشي ان grand problème مي رانا كاع كيما لي زيكيب الاخرين ماناش مقصرين فيهم ان شاء الله. كيما يقولوا يدوا prendre conscience بلي الانتيري تاع ليكيب قبل كل، سي فري حقهم، ثاني حق ليكيب لازم ثاني، دونك اون فايسي جونغلي باش ما نرديهم هما ويردوا ليكيب ان شاء الله. هذا ما كان ربي يعيشك. بوهدى صديق، مباراة ودية أم سعد بالعباس، تعليقك على المباراة ماذا استفدت منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة تاع فريق تحت بالعباس هي كما يقول لك تحضيرات لينا والفريق تحت بالعباس دابري هذا لاطراف اللي جاتنا فورسي 21 جور بو سي بوكو بور كو تو لي كلوب الجيريان. احنا دروك احنا ماذا بينا باش نعاودوا نولوا نتروف لي سونساسيون تاع لا كومبيتيسيون اوفيسيال. نورمالمون سي ان بون تيست بور نو ميم بور ليكيب تاع ليسان بيان. استفدتم من هذه المباراة على الرغم من الخسارة يعني اللي تبقى أحيانا غير مهمة في مثل هذه المباراة؟ سير دروك احنا لعبنا ماتش بور كيما يقول لك تروفي لي زونساسيون تاع لا كومبيتيسيون بليس دو سا بور باش بور لا كوريكسيون تاع لي فوت اللي رانا نديرهم في كور في الشامبيونا. مي كيما نقول لك لا ديفات سا ما ما شغل ما تاثرش بزاف باسكو اون ماركي 3 بيوت اون انكيسي 4 بيوت سي توجور لو بروبليم تاع عندنا بروبليم اون انكيس بوكو. ان شاء الله دروك جاست اون سيمانه 10 جور بور بريباري لو بروشان ماتش ان شاء الله. صحيح صفين سي بلعب الاتحاد بالعباس سي قدر مولاي، نظرتك لمستقبل فريقكم قبل 6 جولات عقب نهايه البطوله؟ شوف جمعية وهران الناس خوتنا وحبابنا، عرضنا ما ديروا مقابلة ودية وجاو عندنا مرحبا بهم ورحنا نتمنوا لهم النجاح، وحنا راه باقينا 6 مقابلات، 3 في سيدي بلعباس وثلاثة برا، حنا نديروا كل المجهود تاعنا باه اتحاد بلعباس ما تسقطش، ونطلب من الجمهور العباسي نهار الثلاثاء الساعة 5 يجي يشجع الفريق، ورحنا هنا بالفريق تاعنا ما يطيحش. شكرا. سي نور ديك، واش مباراة ودية استفدتوا منها؟ واش كلمة تقولها على المباراة الأجواء الأخوية؟ مباراة مليحة، هي ان بون ماتش دي بو فوتبول، و بلعباس ربحونا 4-3 سي نورمال. ايوا نتمنوا لهم النجاح ان شاء الله. بارك الله فيك. نتمنوا لهم النجاح ان شاء الله، يقعدوا معنا في الناسيونال الان ونقعدوا حباب كيما بكري كي اليوم. كيما بكري كيما اليوم. الله يحفظك.